راديو فدا. اهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو فدا في كل مكان، وحلقه جديده من الحوت الازرق. لسه مكملين معاكم اسباب الانتحار، ليه الانسان ممكن ينتحر. بيشرفني يكون معايا دايما الاستاذ الدكتور اشرف ثابت، استشاري العلاج النفسي وعلاج الادمان وتعديل السلوك. دكتور اشرف منورنا. اهلا بيك. نكمل يا دكتور اشرف موضوع اسباب الانتحار، كنا واقفين فين؟ خدنا ثلاث اسباب. السبب الاولاني العوامل الاجتماعيه، السبب الثاني التخبط العائلي، والسبب الثالث المرض العقلي الوجداني. اللي قلنا فيه ثلاث امراض. النهارده بناخد حاجه جديده، الهروب من الموقف. بيقابلوا موقف، ولما بيقابلوا موقف ما بيعرفش يتعامل معاه. وانا عاوز من المكان هنا، هو من المنبر الاعلامي ده، اعلم الناس. احاول ما تقولش انا عندي مشكله، حاول تقول انا عندي تحدي. كلمه مشكله لما بنقولها بتسبب لنا هروب من المواقف بالادمان، وهروب من المواقف من الحياه. لكن كلمه انا عندي تحدي بتولد جوايا رغبه في ان انتصر على التحديات. رقم خمسه الخساره والحرمان، ودي لما بتكون موت احد الوالدين او موت صديق او موت زوج او زوجه. الخساره والحرمان النفسي هنا بيأثر على حياه الزوج او الزوجه او حياه المحيطين بيهم. رقم سته حاجه بنسميها الشعور بالذنب. والشعور بالذنب، في شعور بالذنب ايجابي وفي شعور بالذنب سلبي. شعور بالذنب الايجابي انا ممكن اقول لنفسي انا غلطت وهصحح من غلطي، وده كويس جدا، يعني ده شعور ايجابي حلو قوي. شعور بالذنب السلبي ان انا بفضل اقول انا غير قادر، انا الناس مش راضيه عني، انا مش راضيه عن نفسي. فبالتالي بيتولد جوايا رغبه في الانتحار، وبالتالي بستجيب للانتحار. وعندنا أمثلة كتيرة جدا أشخاص كان عندهم شعور بالذنب واستجابوا للانتحار. في بقى دائرة جديدة اسمها دائرة جذب الانتباه، اللي هو طبعا من كثر مشاهدة الأفلام العنيفة. هقول مثلا أنا يائس، وعزية لما بخلالها مرة واثنين وثلاثة، فالناس تتلم حواليا فابتدي أستعطفهم، اللي هو يعني يعيش دور الضحية. يعيش دور الضحية. فمثلا أنا أتألم، أنا مبسوط بالألم، فطول ما انا اتالم عمال اشكي الناس اللي حواليا انا اتالم، وابتدي استدر عطف الناس اللي حواليا. ولما بستدر عطف الناس اللي حواليا نوع من انواع جذب الانتباه. يعني هو بيحاول يجذب الانتباه، بس لما بيكونش فيه نتيجه بيتجه للانتحار. تمام. رقم 8 الانتقام، ان الشخص هنا يشعر بالقهر بعد جلسه، سواء من والد او سواء من حبيب او حبيبه، فيبتدوا يتولد جواهم رغبه في ازاء انفسهم وعدم رغبتهم في الحياه. فانا والدي ضربني او والدي طردني بره البيت، فابتدي برد الفعل الطبيعي انا اقدم على الانتحار كانتقام من والدي اللي هو ازاي يجرحني تجاه الحد. رقم 9 اللي هو بنسميه بقى الاندفاعيه، ودي هنلاقيها زياده قوي في سن المراهقه، اللي هو ما هو المانع من تجريب فكره الانتحار؟ ما هو المانع ان اندفع من حياه الانتحار؟ بفكره الافتتان بالمجهول. انا لو ركبت العربيه ومشيت على 140، هو حب الاستطلاع لكل ما هو غامض، اللي هو بيسميه انا الجنوح في المراهقه. الجنوح اللي هو انا بطلع عن كل ما هو مألوف وبدور عن كل ما هو مجهول، يعني مراهقه متطرفه. تمام. حاجتين بسرعه كده، حاجه بنسميها التعبير عن الحب، اللي هو كنت بحب واحده والواحده دي سابتني، فانا عشان اعبر عن حبي لها اضحي بحياتي عشانها. وده طبيعي، لانه فكره العلاقه كمان الرومانسيه او فكرة الطلاق او فكرة هاجر الحبيب، ودي كانت افكار معروفة ومتداولة. فعواطف المراهقة اللي بتبقى في السن ده بتسبب لنا المشاكل دي، ودي هتلاقيها فكرة هوليودية شوية وفكرة الدراما شوية. اخر حاجة اللي هي بنسميها التعرض للتنمر، والتنمر اللي هو الكلمات السلبية اللي بنقولها الاصدقاء تجاه بعض. واحنا يكون عندنا حلقة كاملة عن التنمر وازاي نتعامل مع التنمر. تمام. احنا قلنا كده 11 سبب من اسباب الانتحار. اسمح لنا دكتور في الحلقات الجايه نركز على بعض الاسباب لانها مهمه جدا ندرسها بالتفصيل اكتر. ده شرف وامتياز ليا. استاذ دكتور اشرف ثابت، استشاري العلاج النفسي وعلاج الادمان وتعديل السلوك، بشكرك جدا لوجودك معايا على راديو فدا. ميرسي جدا، شكرا ليك. مستمعينا حلقه النهارده خلصت، مستنيكم في حلقه جديده من الحوت الازرق على راديو فدا، وبشكركم في معاكم النهارده يوسف عبدي. أعزائنا المستمعين، تابعونا كل يوم وفي نفس الميعاد الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش على الموجة القصيرة 13.670،
والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش على الموجة القصيرة 13.710، طبعا مع مراعاة فروق التوقيت المحلي. وكمان مستمعينا في الشرق الأوسط ممكن يسمعونا يوميا على الموجة المتوسطة 12.87 الساعة 12 ظهرا و12 ليلا حسب توقيت القدس. وبنرحب بأصدقاء قناة فدا على السوشيال ميديا على فيسبوك وساوند كلاود وموقع البث المباشر www.radiofida.com. ونحب نسمع تعليقاتكم وأسئلتكم على الإيميل contact@radiofida.com. مع تحيات راديو فدا.